أهلا بكم من جديد. أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني أن المعهد يعمل على صناعة أجيال وطنية قادرة على التنافسية العالمية وتلبية متطلبات سوق العمل. جاء ذلك في كلمة معالي خلال الاحتفال الذي نظمه معهد أبو ظبي للتعلم والتدريب المهني بمناسبة تخريج الدفعة الجديدة من طلابه والبالغ عددها 128 خريجا وخريجة من المواطنين حملت شهادات الدبلوم والدبلوم العالي في برامج تكنولوجيا الهندسة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا تقنية المعلومات. وقال معالي حسين الحمادي إن الدفعة الجديدة من المعهد تشكل نتاجا جديدا ومثمرا لجهود القيادة الرشيدة من أجل تأهيل كوادر وطنية مؤهلة للتنافسية العالمية وتلبية متطلبات سوق العمل والمشروعات التطويرية التي تنفذها الدولة حاليا ومستقبلا.